السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل مشكلة رمي الطائر للعش خاصة عند الحسون والكناري أو غيره من الطيور، ربما أحيانا أيضا طيور الجنة يقومون برمي هذه اللبادة المثبتة أسفل العش خارج القفص ويقومون بتخريب العش أيضا، أو عندما يقومون ببناء عش جديد بدون هذه لا تصلح لهم ولا تصلح للفراخ؟ سنقوم بتثبيتها. الأدوات اللازمة فقط هي هذا التيل، هذا السلك نسميه التيل، سلك حديدي مرن. أولا نقوم بتثبيته أسفل اللبادة، هذه اللبادة نقوم بوضعه في منتصفها، لا نضعها هكذا، ثم نضع التيل ونخرجه من هنا. هذه غلط، ربما التيل سوف يظل هنا قليل فيؤثر على البيض، يقوم بكسره عندما يتحركون أو ما شابه. لذلك سنخرج اللبادة إلى خارج العش ونقوم بثقبه من المنتصف وإخراج التيل من الطرف الآخر في المنتصف، يصبح هكذا كما ترون هكذا، ثم نقوم بإدخالها على العش. من الطرفين لكي تتثبت جيدا. ولا انظروا هنا، لا يوجد تيل، هذه الحديدة غير موجودة هنا كي لا تؤثر على الفراخ أو على البيض، وهذا التيل يكون هكذا. نقوم بتثبيته على هذا الشكل، إذا كان هذا العش خارجي أو داخلي وأيا كان هذه الطريقة صالحة. نقوم بإزالة الرأس لكي لا ينجرح الطيور إذا أتوا تحتها، نادرا ما يأتون تحتها ولكن الاحتياط واجب. هكذا نكون قد انتهينا من تحضير العش، والطير إذا حاول تخريبها وإخراجها خارج لن يستطيع، ربما سيحاول أن ينقرها ولكنه سيقطعها ويقوم بإنشائها على راحته، ربما سيقوم بتلينها أو نقرها سيحاول إخراجها ولكنه لن يستطيع، ولكن سيقوم بصنعها على مزاجه أو على كيفه. أي سؤال أو استفسار اسألونا وسنجيبكم ولا نبخل عليكم بشيء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.